دونك وبات لا فيديو تاعي نزيد نكمل. دونك هذوك الناس يبعثوا دي لاتر سيباري، اوكي. دونك هيومن ووتش وحدها، امنيستي وحدها، هذوك روبورتر وحدها، كل واحد تبعث دي لاتر سيباري. ومن الجهه الاخرى كيشوفوا بلي بزاف لي زورغانيزم اللي اتصلوا بيهم يحطوا هذاك الدوسي اكوتي، اوكي. ما يبعثوش الانسان هذا للجيري، ولا ما يحطوش في السجن، ولا يخرجوه من السجن. ايليك واش يديروا؟ دونك ايماجين كيحكموا مراد هنا وعنده دي بلانتيتو، بصح كاين دي زورغانيزاسيون جراو عليه حتى وين وصلت. مثلا فرانسوا فيون، هذاك البرومي مينيستر الفرنسي، كي وصلت القضيه عنده ما سنياش لي بابي هذيك باش يديماري القضيه. هو راه في السجن باش يديماري البروسيس ديكستراديسيون، لازم يسني البرومي مينيستر، ومن بعد وزارة الخارجية الفرنسية تبعث لوزارة الخارجية الجزائرية، وزارة الخارجية الجزائرية تبعث لا جوستيس الجيريان باش لو بروكيور جينيرال يدير كيما نقولو ريكويست، يعني ان دوموند اوفيسيال. بصح باش تبدا القضية هذوك لي زورغانيزاسيون اتصلوا ديريكتومون مع لو برومي مينيستر الفرنسي. على هذه القضية هذيك ما مشاتش، على هذا تشوف مراد هنا ما حكموش. دونك يا اختي الكريمه، كاين لي بلانت كونتر الفيس، اوكي. كاين واحد القضيه، كان واحد القضيه في واحد لانسبكتور في لا سويس، كان يخدم بين لا سويس ولا فرونس، يجمع وعندو دي زانديكاتور، يجمع لي زانفورماسيون من لي زكس تاع الفيس، اوكي. لي زكس تاع الفيس على هذا جمع عنده لا ليست واحد 80 عبد اللي كانوا يخدموا الارهاب الحقيقي، يجمعوا دراهم ايتو. ومن بعد ان شاء الله لا لاتر هذه كان لان هناك بنوك تاع الخليج هي اللي راهي تفينونسي تعطي لي شيك المراد هنا، وهو لقاو عنده دي كونت باسكو هو يجمع دراهم، عنده لاجوندا يكتب اي جاتني هذه من بنكه، هذه اي جاتني هذه من البنكة هذه، وشراو بهم السلاح، وشراو بهم دي كومبوزونت يعني اوليه باش دير لا بومب هكذا. دونك هذاك الانسبكتور، هذاك الانسبكتور كان يدير لا لا لونكيت تاعو 18 موا، دائما يروح لي سيرفيس فرونسي ولي سيرفيس سويس، يقولوا لهم يا عندنا لي بروفا يا حكموه، اوكي. بصح على بالو بلي كاين شي ناس داخل لي سيرفيس هادو سويس ولا لي سيرفيس فرونسي، ما بغاوش تمشي القضيه، دونك كاين شي واحد راه يكوفري فيهم. الان نلقاو بلي، وهذاك الانسبكتور من بعد نحكيو القصه هذيك، كيقدم لا ليست هذاك لواحد يخدم في حزب في سويسرا، هذاك اتصل بالسفاره، السفاره راح جابته من سويسرا الى الجزائر، قدم لا ليست هذاك، وكان زروال تما في مينيستير لا ديفونس، لقاو بلي لا ليست كبيره تاع الناس اللي يخدموا مع الارهاب وعايشين في سويسرا، اوكي. دونك المومو هذاك وزاره الدفاع الجزائريه بدات تشتغل مع هذا الانسبكتور على عن طريق هذا الانسان هذا. بصح راحت كيما نقولوا كي تكبر مثلا القضيه، تجيب الناس منا، تخرج هذيك الاسرار حتى وين حكموا على هذاك الانسبكتور ودخل للسجن باسكو سي تان اسبيون، ولا هو تان اسبيون الجيريا، هو اللي دار الخدمه عنده 7 سنين وهو يتبع القضايا تاع الارهاب، اوكي. بصح عنده 18 شهر وهو يجمع الأدلة على مراد هنا وربح كبير، وكاع الناس اللي تخدم معاه عندهم دي كونتاكت تليفون أمريكا أوروبا الغولف. دونك هذاك جمع كاع لي بروف هذوك، بصح 18 شهر وهو يخدم يجمع. كي بدا كي اتصل، دار أول اتصال مع الألجيري، مع هذاك الألجيريان بعد لومباساد، مع مينيستير دو لا ديفونس، بدات تكبر الحاله، والناس لان الاسرار
انت كي يكون اثنين يعرفوا السر، من بعد تجيب ثلاثة، من بعد تجيب أربعة، خرج السر هذاك. ومن بعد 8 شهور ابري، لأن هذاك مازال يجيب لي زانفورماسيون ايتو، هذاك الانسبكتور، خرجت القضية. الآن راه هذاك مسكين محكوم، هذاك الانسبكتور اللي دار الخدمة صحيحة وكاينين فويت، راه اليوم في السجن. اوكي، كان يعاون الجيري. هو واش قال؟ قال باللي انايا ما شفتش باللي لي سيرفيس فرونسي لي سيرفيس سويس بغاو يديروا لو برومي با. على هذا تقلق، قال لي انا الخدمه تاعي كاع تروح في الماء. اوكي، دونك على هذا قال لهم كيف الاكسبلوزيف هذه اللي الكشافه الاسلاميه اللي قتلوا هذوك الدراري، داروا لي زاناليزيتو، شافوا باللي سي لي ميم اكسبلوزيف اللي شراو من سلوفانيا. دونك قال لهم انايا بار يعني بار بيتي على هذوك الاطفال نقول لي زالجيريان. هو كي خرج لانفورماسيون لي زالجيريان راحت فيها، ما حكموش مراد هنا. دونك يا اختي الكريمه، كاين لي بلانت كونتر هذوك الناس، مي تالمون لي زاسوسياسيون الجزائريه فقيره، ما عندهاش ديزافوكا، ولا المينيستير وزارة الخارجية ما تعرفش كيف تستغل لي دوني هادو باش تحارب من أجل الجزائر، من أجل الناس اللي فقدت الأولياء تاعها ولا الأولاد تاعها على الانترناسيونال. هادو الناس مختصين كي يكون واحد يحكموا واحد مثلا كيما حكموا أمير ديزا تصدموا كاع. سي اون تكنيك اللي راهم يقريو للناس كي يكثروا الناس اللي يدومونديو هشام عبود، فرحات مهني، واسمو يبعثوا كاع هادو لي ناسيون زوني. دونك لو دوسي هذا كيولي يكبر يقول له سي فري، الى هذا الانسان بعثونا 10 ولا 20 لي دوموند، صافي انسان مليح. دونك يديروها دائما هكذا. اوكي، سي اون تكنيك لي زاسوسياسيون هذوك تاع لي زو ان جي هذوك يقريوها للناس. كيحكموا واحد صدموا كاع لا جوستيس، بعثوا كاع البرايات، داروا لي بلاند، داروا لي مارش. دونك هذه شغلت في اعين الامم المتحده بهذا الانسان انوسون. اوكي، هاي لك لي تكنيك تاعهم اليوم. بصح الجمعيه هذيك اللي قلت لك عليها هي جمعيه فقيره، حكمت واحد لافوكا يجري قانونيا. دونك كي تجري قانونيا لا بيروكراسي تولي تعيا، لازم هكذا الشغب تدي الناس يروحوا لا جوستيس، يروحوا لهاد كوارتر هذاك المكتب تاع الامم المتحده باش يسمعوا لك. بصح هاد لافوكا وحده في زوج مساكن ما داروا والو البيرو تاعو، بصح هو 3 سنين لازم نتاع كافوكا لازم تخدم. دونك نوليو هاد القضيه اللي فيها مثلا عمالة على هذا. قلت لكم هذه لا فيديو نسميها الحركيزم اي لو نيو حركيزم. دونك الناس اللي نعرفهم باللي حركه باين عليهم، اوكي، عندهم ان اوبجيكتيف كي راحوا مع فرنسا، باسكو الحركه حنايا واش رانا نشوفوا الحركه غير اللي راحوا مع فرنسا هكذا. نو، كاين حركه راحوا مع القاهره، كاين الحركه راحوا مع مثلا امريكا. اي واحد يبيع لي زانفورماسيون ولا يروح مع جهه واحده اخرى هو حركي، لان قضيه الزواف هذه وقضيه الحركه حطيناها في مجال باللي فرنسا فقط الحربيتو. نو، اي واحد اللي راح يخدم اجنده خارجيه هو حركي. اوكي، يدي لي زانفورماسيون ولا يدير هكذا بروباغندا باشياء ما راهيش حقيقيه. يديروا مثلا تزييف فيديو داخل مستشفى ومن بعد يحطوها دائما الناس راهي تبارطاجيها في الفيسبوك هذا، او يخدم لاجوندا تاعهم انديريكتومون. هو مسكين ما على بالوش، عن بالو دار فيديو هكذا برك، بصح اللي يديرها عن قصد ونعمد هذاك حركي 100%. انا شفت واحد الفيلم سمعنا هذه، دونك دو جور دو سا، واحد مثلا انسبكتور في كندا ولا في امريكا يتو عنده حقيبه، عنده لا ليست كاع تاع
انفورمنت الناس اللي تقدم له المعلومات، عنده كاع الناس ان بو بارتو. اوكي دونك عنده لا ليست واحد 100 واحد، 100 واحد تفلو طفله وكبير وصغير ايتو. ومن بعد واحد الخطره حطهم كاع في باليزا، دونك اون فاليز ديبلوماتيك، حطها في طوموبيل وراح يشرب قهوه. اوكي دونك الفيلم هذا كاع يجري على انا لي زانفورمون هادو اللي كانوا داخل الحقيبه، لي دوسي تاعهم، لي فوتو، لي زادريسيتو. وهذا كان واحد السراق جا كسر النافذه هذيك الكارو ودار باليزا هذيك. ومن بعد صارت قضيه، من بعد راهم يحوسوا عليهم، لا مافيا راهي تحوس على لي جون اللي داروا اللي عطاو لي زانفورماسيون عليهم، لا دروغ، لا بوليس، كل واحد واش الطريقه تاعو. دونك صراتكم كيما هذاك القضيه هذه تاعكم، الان راكم تخرجوا كاع، لان كي تصرى حاجه تشوف كاع الناس اللي راهم دايرين. اوكي خافوا باللي امير دي زاد هذا يطيح، ومن بعد زيطوط، ومن بعد هذا، لان كاع الناس اللي قدمت المعلومات راهي في الايميل، راهي في التليفون، راهي في الويب سايت، راهي اي شيء. دونك انت تلقى لا سورس هذيك على نتايا دي زافوكا ودي جون تاع المخابرات التركيه صدمت باش لا ليبراسيون تاع امير ديزات، لان هناك تخطيط، هناك مخطط، فهمتوا؟ دونك هذاك اللي بيردا الباليز هذيك، هذيك لا فاليز ديبلوماتيك كاع الاسماء فيها. ومن بعد واش داروا؟ واش داروا؟ بداو يخليو فيهم اللي مات مات، اللي حكموا حكموا. ومن بعد هما قالوا شوت الحكومه تخلت عليهم، دونك ما تسواوش عندنا. انتوما في فرنسا اللي الناس على بالها باللي كي خرجت فرنسا ودات الحركه معاها، دونك الحركي، الحركي هذاك من 63 الى يومنا هذا اللي عايشين عايشين، ولا اولادهم ولا احفادهم عندهم هذيك الطاشه هذيك. اوكي جامي تتنحى. هذوك الناس كي جاو اول مره خلاهم في كامب صغير. اوكي ومن بعد الناس مثلا تسحق خدامين تجي هذاك الكامب وتدي الناس، تدي الناس باش يخدموا لا كونستركسيون في الماشينات ايتو. اوكي ومن بعد هما ما يعطولهمش دي زالجيريا، ولا يشوفك البوس تاعك المعلم تاعك يشوفك انت يا خاين خنت بلادك، ما مسي نجيبك تخدم عندي، جفي تو تريتي كوم ان شيان. هذا الحركه هما. ومن بعد هما كي بداو يخرجوا عندهم لي لوجمون سوسيو، ومن بعد بدات تقدم شويه الحاله عليهم، عندهم اولادهم، اولادهم هذاك كي يروح يدي مثلا ليكس نيسونس ولا باش يروح يخدم ايتو. اوكي عندهم شغل كيما نقولوا ان ريسيبيسي، يقول لك انا بغيت نخدم، لان باب شغل عنده ليستوار موراه، هو وليده كي يروح يخدم يدي ليستوار تاع باباه معاه، يقول له لازم تعطيني خدمه، انا ابن حركي. اوكي شولت خلاص الطاشه هذيك راحت من باباه، راحت لوليده. دونك ماشي حاجه اللي تقدر تنحال الواحد يروح يخدم يقول له شنو ليستوار تاعك، اعطيني الكازي جوديسيال تاعك، اعطيني ليكس نيسونس تاعك، وراهم لي ديبلوم تاعك. وكي يدخل هكذا يشوف بلي ابن حركي، ومن بعد عندهم ان ستاتوس سبيسيال باش يدخلهم يخدموا. اوكي يروحوا يجريوا فيك دي اسوسياسيون باش فرنسا تعطي لهم الحق، عندهم دي كارت اي تو. دونك الناس تولي تعرفك، صافي كي تخدم في شركه ولا تخدم مع ناس البوس تاعك ولا لي زامي تاعك يعرفوك، صافي مازال عندك الطاشه هذيك ابن حركي. الناس ما تشوفكش ميم، ما تعطيكش الاسرار، لان ديجا انت خلت بلادك وباباك خان بلاده، دونك ما يشوفوكش، يشوفوك اطرافيا. ما تروحش لي بوست هذوك كيما نقولوا سونسيبل، لان عندهم لي زانفورماسيون، يقول له سري وسري للغايه. والناس اللي يقدموا يقولوا له امر بالتصريح، صافي كي تدخل هذاك البيرو لازم يكون عندك تصريح باش تدخل المعلومات ايتو. صافي هما باباهم راح في الزفت، هما ثاني راحوا في الزفت. دوك ولاد ولادهم اللي راهم جايين الان عندهم 20 سنه، اوكي عندهم لاج هكذا باش بغاو ينحيو هذيك
انا ابن حركي ولا جدي حركيته. اوكي، ما قدروش لا سوسيتي عطاتهم الطاشه. لو بروبليم سي كو لا فرانس نورمالمون هاد الدوسي هذا تغلقو باش الحركي خلاص درت اللي عليا عاونت فرنسا نورمالمون حد ما قال لحد. واش داروا لهم؟ داروا لهم ميوزي، داروا لهم ميوزي هذاك لو ميوزي دو ليميغراسيون. صافي تروح تما تلقى كاع لي سطوار فرشوه، هذاك الزبل تاع كاع فرشوه للعالم، لي فوتو تاعك واش دات واش خدم كيف خدم كيف جبت لي زانفورماسيون. بهدلوكم لو كان صرات هذه قضيه وخباو عليها نورمال. نقولوا شفتوا دوك فرنسا كاع الحركه اللي دات في العالم فرشتهم للعالم الان، قلت لهم هاي الحركه تاعي، هاي اللي كيفاه دخلت البلاد هذه، هاي اللي كيفاه دخلت البلاد هذه. دوك الناس يشوفوا يقولوا الحركه بداو في 62، لا 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 لا، الحركه بداو قبل الحرب 1830 افون اللي كانوا دي زادمينستراتور امريكان وفرنسي كانوا يخدموا في الادمينستراسيون الجيريان، هما اللي بداو. دونك كان دي جون داخل هما اللي عطاو لهم لي زانفورماسيون. حنا نشوفوا برك البارح الاستوار تاعنا بدات من 62 الجزائر، هذه القصه تاع نو الحركه كاين وكاين وكاين وكاين. دونك كاين دي جون داخل لي الجيري قبل ما تكون الجيري، هما اللي عطاو لي زانفورماسيون، يقدموا شحال من الباطو اللي عندنا، شحال من السلاح اللي عندنا، قدموا لهم لي زانفورماسيون شكون اللي حاكم قسنطينه، شكون اللي حاكم الجي، شكون اللي حاكم الوسط، شحال من الجنود اللي كاين، اسكو يبوجي ولا ما يبوجيوش. ايزون ايتيليزي هذيك القضيه لان الداي واش عنده المشكله مع الليست. اوكي، على هذا دخلوا من الشومب. كاين كثيرا، والناس اللي قدموا المعلومه قالوا لهم جايه فرنسا بصح تدخل من هذا الميناء، هي دخلت من ميناء واحد اخر. دونك هادو كاع تلقى باللي الحركه كاين من قبل الثوره، قبل ما يدخلوا فرنسا. دونك انا واش نسميهم هذوك سي لو حركيزم. دونك لو نيو حركيزم رانا نشوفوه بعينينا، حتى واحد ما يحكينا عليه. كي تلقى واحد مثلا يسوبورتي دخول الناتو الى ليبيا ومن بعد ليبيا تكسرت، يقولك شفتوا الان لازم تدخل لا تركي، على باله هو كسرت البلاد. من بعد يقول لك كيفاه هذوك الناس اللي بقاو من قدافي هما اللي راهم يحميو البلاد، يقولك لا ما لازمش يكون الناس اللي عندهم لا ناسيوناليتي اللي عندهم النخوه هذه تاع الوطنيه يحاربوا العدو اللي يجيك من برا تسمع عدو هذاك. دونك اليوم تلقى لا تركي راهم يسوتنيو فيها هذوك الناس اللي يقولك بغينا دوله مدنيه ماشي عسكريه في الجيري، ام يسوتنيو دوله عسكريه اخرى. دونك العقل ما يقبلش هذا. دونك باش نتوما لازم تتعلموا من الخوانه القدم. دونك اللي يعرفوا الاستوار لو كينغ جوغورتا، اوكي، اللي قاوم الاستعمار الاول، اوكي، اللي قاوم اول استعمار اللي دخل لافريك. اوكي، ميم سي لي كارتاجينوا دخلوا على لاست تاع الجيري، نقولوا نوميديا، اوكي، بصح ما دخلوش الى نوميديا الجيري الحاليه. كيف حكموا جوغورتا؟ حكموا جوغورتا بال نسيبو بوخوس. دونك الحركه دائما موجودين. دونك لي رومان ايزون ايتيليزي استعملوا لو بوبير تاع جوغورتا باش حكموه داوه للسجن في روما. دونك من هذيك الخطره اللي بدات هذا يضرب في هذا. ميم سي جوغورتا عنده قصص مع اولاد ماسينيسا واولاد ميسيبسا
ولكن نهضروا لو برانسيب. اول واحد اللي ناض ضد ضد الاستعمار وضد الامبرياليزم الحقيقي هو جوغورتا، وحكموه كيف حكموه، بل خدعوا كلخو لو بوبير تاعو. دونك يروح يا زمان الاف السنين الاف السنين، وعندنا 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 كي نقول لكم انه الحاكيزم هذا عنده قصه كبيره في الالجيري. وكي نقول الالجيري البلد الارض التربه، اوكي، باسكو لو نون هذا الجيري والجيتو جديد، بصح التربه والمحيط هذاك اللي حاكمين جدودنا كاين خوانا داخل يخدموا مع روما، يخدموا مع القرطاج، يخدموا مع اي واحد يجيك. دونك اليوم كي نشوفوهم هكذا في الكاميرا وفي اليوتيوب بيتو، هو مثلا اليوم نلقى اناس يضرب فيك يقول لك انت عميل الحكومه الجزائريه، هو اللي راه يخدم اجنده خارجيه، العميل الحقيقي. باسكو كي تكتب نتايا، كي تكتب ما هو العميل، اعطيني لا ديفينيسيون هذا نتاع العميل ولا الخاين اللي يخدم اجنده تاع بلاد واحد اخر، ما لا، ولا اللي يخدم بلادو اللي يهضر معاه. ممسي انا عندنا مشكله في البلاد، بيان سور عندنا مشكله في البلاد، كاين دي جون استغلوا الفرصه. والناس تقول مثلا انك قلت لهم هناك الناس اللي راهي تستعمل هذه النزاعات العرقيه في الجيري باش تقعد في السيستم، باش تقعد في السلطه، باش تقعد في الكوميرس. الواحد اللي عنده فايده ماذا به الناس تتخاصم ولا لا لا، بصح الواحد اللي ما عندوش فايده كي تقول انت يا بلي ستارونج لو كان يحبس هذيك النزاعات، بيان سور سا مارونج انا، باسكو كي تحبس النزاعات هذه تشوف العدو الحقيقي شكون هو. بصح حنا كي تاكلو هكذا في الطريق ولا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، الناس واحد اخرين راهم يضحكوا عليك. دونك لازم تفهمي باللي لو نيو حركيزم هذا اللي جانا، كان شي ناس مساكن عن بالهم المقاومه هذه والرشاد ولا لابلاص تاع لا ريبوبليك، هو عنده هذيك الحرقه وعنده هذيك الحماس كي خرج ايتوديون من الجامعه، وعنده هذيك تاع لا ريفولوسيون، يشوف هذاك تاع الناس اللي داروا لا ريفولوسيون، ومن بعد عنده الحراره يطلق على الحراره هذيك يروح مع شي ناس واحد اخرين اللي ما عندهمش اي علاقه مع الجزائر، غدوه يبيعوك كي تقاتشر، يبيعوك كل تشليقه. دونك لازم تفهموا لو بروبليم وراه. انتوما بغيتوا مثلا تبنيو بلاد، مي ما تروحوش مع اناس الاناس اللي ما عندهمش اي علاقه في بالديمقراطيه ولا الجيريت، رحتو بعيد بعيد ونلقى دي ميساج. انا قلتكم نقرا راني نقرا كاع لي ميساج تاعكم، ميرسي بيان، بصح كي نلقى واحد الميساج عنده داخل الميساج هذاك عنده كيما نقولوا ان سكري، بغى يقول لك حاجه. وكاين شي ناس اللي راهم يستعملوا هذا المجال للسمعه. حنا في زمان في الدشرة زمان كاين واحد القصه، كاين واحد العبد في الدشرة هذاك ما عندوش اي قيمه، حتى واحد ما يهضر معاه، حتى واحد ما يقول اسمه، لان ما دار والو في حياته. في الدشرة يهضروا على الناس العظماء، اوكي، في الدشرة يهضروا على الناس العظماء، هذه في القديم. يجيو الصباح يقول لك هاي لك هذا دار هذا، وبعد يجيو للوتر جورني يقول لك هذا الانسان دار هذا. عندهم دائما انسان عظيم دار حاجه مليحه. واحد الانسان هكذا كان في راسه كيف هنا جام يهضروا عليا هكذا. في الدشرة هذه كان واحد البلاصه يجيبوا بها الماء، اوكي، يروحوا بالبوادم يعمروا الماء يغسلوا به يديروه في الدار ايتو، اوكي، ما شباب
يسحقوه يروحوا للنساء كاع يروحوا يجيبوا الماء من ثم، دائما يجيبوا الماء. هذه في قديم الزمان ما كانش هذه لي روبينيتو، يروحوا يجيبوا الماء يوليوا للدار حد ما قال حد. هو صرات له قصه، في فكره شيطانيه في مخه، راح حشاكم خرالهم في هذيك البركه هذيك تاع الماء، اوكي، خرالهم داخل. دونك غدوه من ذاك راحوا شافوا هذه الحاله وعلى بالهم باللي شكون داروا، ومن بعد كاع الناس راهي تهضر عليه ولا تهضر على هذا السيد. دائما الانسان هذا دار هذه تهضر عليه في شيء ماشي مليح، بصح هو راه فرحان باسكو كاع الدشره راهي تهضر عليه. دونك انتوما هذيك الناس اللي راحوا لا بلاص دو ريبوبليك تو ضد الدوله الجزائريه، درت لهم الشان، اي بورتون الحاجه اللي داروا ماشي مليحه، بصح هما راهم فرحانين، هما راهم فرحانين، الناس راهي تقول لك هذو الناس شجعان تو، اي بورتون راهي خراوها. دونك كاين شي ناس ما يديروا السمعه وبلي في وشوفوني يا ناس ميم سي خراها. دونك ما تشوفوش بلي واحد اللي عنده 2000 في ولا 3000 ولا 2 مليون هذا الانسان فريمون زوين، بصح تشوف بلي خراها الحاجه اللي دار ماشي مليحه، اوكي. حنا نشوفو بهذيك الناس كاع راهي تشوف فيه لي كاميرا امير ديزاد يمشي وعنده واحد 1000 واحد يوصفو، ما ملي سي طرونجي هذيك يشوفو شكون هذا لاكتور هذا، يشوفو لا فيديو تاعو، تشوفو لي فرونزي هذاك دي بلايتو، يشوفو سي كي سا سي كي سا، عم بالهم توم كروز امي يشدو فيه لي فوتو ايتو. بصح هادوك كاع لو نيو حركيزم دي جون لي ما على بالهمش امي يخدمو اجندا، امي يتبعو بار امي يتبعو. انا الواحد اللي عنده كيما نقولو لا سيونس تاع الجوسسه، اوكي، واحد اللي عنده الضمير وعنده الجراءه يكون جاسوس حقيقي، اوكي، وعنده لا بيرسوناليتي كي يحكموه راني نورمال انا جاسوس، هذاك باين. بصح كي تلقى واحد او يخدم في الجوسسة او يخدم اشياء تاع العامل وهو ما على بالوش ومازال راه فرحان في روحه وعنده الشعبية في البلاد، يخرج من السجن يحطوه فوق العود فوق الحصان والبرنوس، هو لاجوندا تاعو واش راه يدير، واش راه يدير، او يدير كيما هذاك البوشكار كيف 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 كيف. هذا البروبليم تاعنا ما نديروش تمييز، سي فري كاين دي جون لا ريفولوسيون اي تو، بصح لازم دير نتا الاختلاف اللي راه يعاون بلادك، واللي فوطا على بلادو باش يعاون بلادو علاه تسميه خاين حركي، تعيطو حركي للناس اللي راح فوطات على بلادها، وانت اللي راك تدي المعلومات لومباساد تدي المعلومات لي بريفيكتور و لي سونتر دو بوليس، ما سميتش روحك خاين، ما سميتش روحك حركي. اي حاجه تعاون بيها العدو يسحقها يكتبها يقول لك هذا نخليها تكوتي حتى وين نسحقها. اي دونك انتوما كي تقولوا لي اليوم باللي ما راكمش تخدموا اجندا، انتوما ماشي انتوما ماشي اياد خارجيه، انتوما اياد الجزائريه، بصح اي مديتو هذيك اليد للخارج، اروح نعطيك المعلومات، انا عندي الدوسي هذا، هذا عنده لا فيديو، هذا عنده البي في، هذا عنده كل حاجه. ما نديروش اشياء على قناعه باش نعاونوا البلاد نعاونوا الشعب، ما مصير انا ضد الحكومه، اوكي. تلقى اناس في كندا ما شاء الله الفرنسي والعلميتو، بس هيهضر لك اشياء او يخدم اجندة معينه، على بالو ولا ما على بالوش هذا. ايه دونك انتم اللي تهضروا مثلا على لا ترانزيسيون،
نفتح قوس لان في سؤال يقول لك واحد راكم خايفين لا ترانزيسيون. واش تخاف في لا ترانزيسيون؟ انا قلت لك شاك بي كل بلد عنده طريقه تاعها تاع لا ترانزيسيون. اوكي دونك كاين دي ترانزيسيون اللي راحوا داخل سونس مي راحوا من جيل الى جيل. كاين دي ترانزيسيون قلبوا البلاد ومن بعد عطاو لها عطاو المشعل الى واحد اخرين. كاين شي ناس كل واحد مثلا تجيب لي مثلا لي ريفوليسيون اللي صراو في اوكرانيا ولا في يوغوسلافيا ولا اوكي وين لي زيتيديون راحوا وبقاو كاع في الارض حتى وين تبدل السيستم. اوكي لا ترانزيسيون كل واحد راه يشوف لا ترانزيسيون كيف بغا. بصح حتى في الجيري اليوم عندنا استوار معينه هناك اناس حبسوا لهم قانونيا ما يقدرش يولي للسياسه قانونيا يروح يطير للسماء يطير للسماء. اوكي ما يوليش للسياسه في الجزائر. دونك نتايا احنا 20 سنه اللي رانا نهضروا على الريعه نهضروا على الامازيغيه نهضروا او كاين شي ناس 20 سنه هادو هم راحوا كاع في البلدان هم يبريباريو باش هما يوليو باش ينحيو القوانين هذيك اللي حطت الدوله الجزائريه باش هما ما يوليوش. تقولوا لي كيفاه يقسوا الناس؟ يقسوهم على اباز دو اشياء داروهم داروا غلطه ما خلصوش هربوا هما ما خلصوش ما ماتوا ما تسجنوا على لي كريم اللي داروا كانوا في ليترونجي هادو خرجوا اليوم ميديروا محاضرات. كي تشوف واحد مثلا تاع الفيس خرج من الجزائر هرب كيهرب هو كيما نقولوا التايتل لو تيتر تاعو كان شفتوا الناس اللي دخلت لا باسكو لي زيليكسيون الاولى في الفيس كاين شي ناس ربحوا تاع الفيس بداو ديجا يستايلوا رواحتهم. اوكي راحوا سميتو لي زابيسي نحاو من الشعب الى الشعب كتبوا مثلا لا اله الا الله ولا كتبوا مثلا الله اكبر ولا كتبوا كل واحد واش دار في لابيسي تاعو. اوكي بداو ديجا يستاليو رواحتهم دي جون ربحوا في لي زيليكسيون بداو يحطوا رواحتهم. هذوك الناس كي هربوا التايتل تاعو التيتر تاعو مازالوا رئيس بلدية فلاني الجبهة الإسلامية للإنقاذ التيتر تاعو كي هرب به أو يستعملوا اليوم يروح يدير محاضرة في جامعة أمريكية ريبريزنتاتيف يعني راه مسؤول. أوكي بصح نحاولوا الجوب تاعو نحاولوا الخدمة تاعو كي حبسوا لي زيليكسيون لي زابيسي كاع ولاد يعني ما كاش انستيتيوشن. اوكي حتى وين داروا لي زيليكسيون واحد اخرين كي داروا سي ان تي هذاك الجزائري الحقيقي لانه ما داخل البلاد اللي داروا سي ان تي هذا ومن بعد بداو يحطوا الناس حتى وين درنا لي زيليكسيون ولات الدنيا نورمال. بصح هذوك الناس كي راحوا خرجوا راهم في ليترونجي مازال يحملوا التايتل تاعهم لو تيتر تاعهم كوم بريزيدون دابيسي ولا لا بي ان باسم الفيس او يدي التيتر تاعو باسم الفيس. اوكي انوار هدام او يدي التيتر تاعو بلي سيتان ديبوتي فيس لان ربح هو في باله ربح ومازالو يخمم في باله بلي على هذا النظريه هذه تاع الناس بغاو يوليو الى المجال السياسي اوتونك فيس مازال راهي راسخة في الذهن تاعهم. واش راهم يديروا هادو هما النيو حركيزم ام يجريو في العالم باش الدولة الجزائرية اوكي تنحي هادوك القوانين اللي حطت يسموها بافر يعني كحاجز باش الناس هادو ما توليش للسياسة. تقول لي ما تشي حق تقول لي حق تقول لي يا خويا كاين شي ناس في امريكا داروا بالزبايل نحاولهم ما يقدروش يوليو للسياسه. فهذه في امريكا الديمقراطيه الكبرى
ونعرف بها هذه الاشياء، ما يفوتي ما يقدر يولي البوست تاعه، ما يقدرش يدير سياسة أبدا. هذه في أمريكا، وتقول لي كيف أمريكا الديمقراطية الكبرى، بس ما يقدرش يدير سياسة. خلاص نحاولوا الكتر هذاك، ما يقدرش يولي يدير سياسة في البلاد هذه، ولا يروح مثلا يحترحوا في المير ولا ديبوتي، امبوسيبل. وعندنا العديد والعديد بالناس ما يقدروش، الناس نحالهم الحق باش يفوطيو، ملايين ما يقدروش يسافروا من أمريكا بلاد الديمقراطية. وراهم لي زورغانيزاسيون هذه، انت تقول لي مثلا لي زورغانيزاسيون هذه معمولين لأن الشعب الغبي يتبع. هذوك لي زورغانيزاسيون داروهم فقط باش يطيحوا البلدان. هذا ما كان، شوفوا واش راهم صاير في فرنسا، شوفوا واش راه صاير في بلدان أخرى. البلد الواحد اللي تشوف شويه فريمون يريسبكتي الشعب تاعو مثلا المانيا. المانيا اوكي، بصح البلاد واحد اخرين كاع عم يديروا اشياء مثلا ضد القانون، بس حتى واحد ما يهدر عليهم. تقول لي امنيستي انترناسيونال سويسرلاند، يعني سويسرا اللي هي بلد الحقوق والديمقراطيه، النسمه يقدسوا لا سويس، هشام عبود، غاني مهدي، قاع كما راهم يقدسوا لا سويس على بلد الحقوق والديمقراطية. هي المعيشة تاعها، البنوك تاعها والمصارف تاعها كاع راهي جاية من بلاد تاع الديكتاتورية، من التيروريست، من لا مافيا ايتو. يحط دراهم، يجي واحد مثلا انا ندير لا دروغ، نجي نحط الملاير في بنك سويسري، يعطيني فقط نحطه، ما نحط اسمي، ما نحط لادريس تاعي، ما نحط اي شيء. الكود عندي، الكود يعطيني نيميرو تاع 12 ولا تاع 16 نمبر. كي نروح نجبد دراهم بهذاك النيميرو، ما عندي اسم، ما عندي ادريس، ما عندي والو، هما المهم جيب لي دراهمك. ودراهم هذوك كاع للديكتاتور القدافي، وللديكتاتور هذو تاع لافريك كاع، قتلوا الشعب تاعهم، حطوا الملايين في لي بونك تاع لا سويس. ولا سويس بيان سور لي بونك لي زامبو تجيب دراهم، دخل دراهم وتعطي، تقدم لهذوك لي تيروريست تاع الجيري اللي راحوا خذوا اللجوء في سويسرا، تعطي لهم السوسيال ولي زانديمينيتي ولي بينيفيس، على اساس انهم لاجئين، ياخذوا دراهم هذو تاع الدم تاع لا مافيا تاع لا دروغ تاع القتيله، حطوهم في البنوك السويسريه، والبنوك السويسريه هذيك بلي زامبو تو، لان ما عندهمش اي مدخول، كلش جا من دراهم تاع تاع السرقه. وهذوك المسؤولين اللي يقولوا لكم مثلا ديروا امنيستي انترناسيونال لازم يرجعونا دراهم، يرجعونا دراهم تاعنا راهم في لاسويس. اي واحد جزائري يحط دراهم في لاسويس، ارجعونا هذوك دراهم، راكم عايشين بيهم. واليوم تلقى ناس عندهم اسوسياسيون ولا جمعيه ولا او ان جي في سويسرا، فينونسي، تجيب المصاري من سويسرا وتجيب المصاري من قطر، وهذوك يجريوا مثلا على الديمقراطيه في الجزائر. هذوك سيدي انا نسميهم النيو حركيزم، الحركي الجديد، راح يخدم أجندة عالمية وهو ما على بالوش، يضرب في البلاد اللي انت البلاد هذيك ما عندكش باسبور فيه. خلاص يعني قانونيا خلاص ما عندكش اتصال مع الجيري. علاش؟ وش بغيت انت؟ البروبليم راك تستعمل هذوك لي جون اللي جايين جدد، اللي مشتاقين السياسة، تعطيلو انت شوية منبر هكذا يولي حاجة. دونك سي صا، انتوما الاسلامويين هذو، كي نقول الاسلامويين ماشي الاسلام ولا المسلمين الجزائر، لازم تديروا في بالكم باللي هذو كم يستعملوكم ثاني. الحركه الجدد هذه باعوا بلادهم، بصح كاين دي بوليتيسيان مثلا هناك، دي بوليتيسيان عندهم مثلا عندهم موهبه،
وعندهم افونير في البلاد مثلا، كيما واحد كيما كريم طابو، ils ont brisé la 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 carrière politique تاعو. واش دار كاع في حياته؟ خسروا في سنتين، خسروا في سنتين. كي تشوفوه يشد تصاور مع بو لحيايته، يعني بالو واش راه يدير، لا سيمباتي واسمو خلاص. انت سياسيا مكسور، لازم تولي للطرف، لان خدمت اجندة واحد اخر. رحت انت يا الى قناة ارهابية اللي راهي تضرب في بلادك، خلاص. وكان تروح ثم وتهضر تقول لهم هذه بلادي، اللي كاين في بلادي انا نولي لبلادي، نتخاصم مع الحكومة تاعي، مع لي جينيرو هادي، نقولوا سرقوا وكلا. الحقيقة تقال، اللي عنده هكذا شوية منصب يدير دير تير. بصح انت تروح الى منابر عالمية باش تضربوا في بلادكم، عيب. يشوفوكم اترافير، شوف بصح هما يستعملوكم، مدى بيهم يكونوا هكذا الناس اللي تبيع بلادهم باطل. الشهرة وسميتو لي بلاطو ايتو توليو كشي حاجة، وتزيدوا شوية تاع السجن ايتو. راجل هذا دخل السجن، اللي ما راهش ذكي، اللي ما يدخلش السجن واللي راه يخدم وعندو تخطيط سري، يخدم باش يبني البلاد. اخويا تقدر دير انقلاب ابيض على الحكومة تاعك، اليوم هذا اليوم هذا تخدم مع هذا مع المسؤول هذا. كاين شي ناس وطنيين في الحكومة هذه، راه تخدم معاهم، مساكين خايفين، بصح انت تعطي لهم كونفيونس. انت راك في الطريق، بصح هو راه في لادمينستراسيون، كل واحد يخدم خدمته، بصح ما يديباسيش البحر الابيض المتوسط، ما يروحش للفوق ولا يروح لفرونتيير، يقعد في البلاد. الانسان السياسي المحنك الذكي مش دائما للسجن. قال لي واحد، قال لي 12 دخل السجن 12 مرة هو واحد، ومن بعد واش درت؟ خسرت حياتك وخسرت حياة واحد اخرين، ما درت والو. دخول الى السجن، الدولة تديك تطلقك، تديك تطلقك، اي لي اول يو. انت تكون ذكي، تخدم، اخدم تحت، اوكي. هذه هي السياسة، لازم تخدم، اوكي. الناس كي ترقد انت تكون فاطن، دير شغل، او عندك لي ستاتيستيك، تخدم مع دي جون اللي راهم في الدومين داخل. اعطيني لي زانفورماسيون باش نعاون بلادي انايا، ماشي اعطيني لي زانفورماسيون باش نديهم ندير الخبار جيا بيهم. يعطيك لي ستاتيستيك واش عندنا هنا واش عندنا هنا، انت دير كلش. ومن بعد لي بوليتيسيان هادوك اللي بغاو فريمون بغاو الخير للبلاد، اجتمعوا 35 بيرسوناليتي، 35 رئيس حزب، اجتمعوا ما خرجش واحد ضد بوتفليقة. 35 كل واحد يقولوا انا هو. دونك بوتفليقة كان يضحك عليكم، كان يضحك. 35 واحد وعندكم كاع لي بروجي، قانون القانون القانون، هو كامل كامل. تحطوا كاع لي بروجي هذيك في واحد الطبسين، عندك واحد يخدم في السياحة، واحد يخدم في الاقتصاد، واحد يخدم في الصحة، واحد كاع بغيتو تبنيو البلاد هذه، عندكم كاع لي بروغرام. أيه ندخلو كاع الطرق، 35 واحد شدوا اخويا الحكم كاع نتوما، واحد يكون رئيس و خمسة ونقولو 34 يكونوا في لي مينيستير. أيه نخدمو بلاد هذه، يبغاو كاع الكرسي هذاك اللي كان في الوسط. دونك لازم تكونوا اذكياء. السياسه هذه حيله، نخدم معاك، نضحك معاك، ارواح نقعدوا هكذا، بصح انا ما نروحش انا ندير كما داروا الحركه. ودوك واش تشوفوا؟ تشوفوا باللي الحركه القدامى هذو وضعتكم فرنسا في المتحف، لو موزي تاع ليميغراسيون، متحف هذا الهجره ولا. دونك اي واحد يجي يشوف هكذا لي زالجيريا بالاسماوات بلي فوتو بلا كلش واش دارتو تما. دونك حنايا على 50 سنه ما فيش كاع هادو بالزيتوت وكاع
اوكي، لان انتم هما الحركه الجدد على 50 سنه، انتم توليوا هكذا في الميزي هذاك. اي شوف، درنا بهم 25 سنه وحنا نخدموا بهم ما وصلوش الى اي شيء. اوموا الحركه الاخرين ضربوا ضربوا ضربوا، ما قدروش. كاين شي من الناس ماتوا، اوكي، يقول لك هيا المجاهدين ثم هذوك ثم هذوك ثم، كاين شي ناس راحوا هكذا غدر. دونك اليوم كي نهضروا على هذه القصه هذه، ماشي اضحوكه الايادي الخارجيه هذه، ماشي اضحوكه اللي راهم يستعملوا. لازم تتفطنوا باللي كاين شي مشكل، ماشي خمسه تاع عباد تاع رشاد هما اللي يصلحوا كاع واش كاين في الجزائر. امبوسيبل امبوسيبل، خمسه تاع عباد راكم تجريو، ما عندكم شغل في الدنيا غير هذا، راكم تجريو. بصح عندكم هذه شويه تاع الناس مساكين، عم بالهم الناس هذه كيرفدوا هذيك دوله مدنيه ماشي عسكريه، الاسلام دين الدوله، عم بالهم في بالهم هذوك الناس تاع البلاد، يعني عم بالهم هذو الناس يجيبوا لهم تاع يعني شوط الشريعه. هما عندهم ان بروجي ديستركتيف، يعني يهدموا لك البلاد. انا قلت لهم، الناس هادو اللي يدعوا مثلا الاسلام بالحركات تاعهم، قلت لهم لي زالجيريان يعرفوا الدين احسن منكم، احسن منكم والله العظيم، غير التفسير تاعهم احسن منكم. كانوا يصليو ويصدقوا ويديروا كلش. ايوا، واحد العجوز، واحد كبير هكذا، واحد كبير راح منطقة القبائل، راح باش يحج في الستينات، السبعينات، راح باش يحج في مكة المكرمة. وصل تما راح باش يشري في السوق هكذا تاع الطريق، راح باش يشري الفواكه. ومن بعد هذاك اللي كان يبيع له، هذاك اللي كان يبيع له الخضره ولا الفاكهه، اوكي، وصل مثلا نقولوا كيلو ولا زوج كيلو، بصح ديباسا شويه، بعد هذاك ينحي حبه حبه باش يديروا العدل، يديروا هكذا باش يكون مثلا زوج كيلو هذيك ما ديباسيش، تكون سوا سوا في الميزان. اي او ينحي هكذا حبه من حبه 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 باش يدير الميزان هذاك يطلع شويه. بعد قال له هذا القبالي، قال له كيف انا نحيت هذا، كان شاري العنب ومن بعد كي حط هكذا واحد العنقود يولي ينحي وحده وحده الحبه باش يدير الميزان سوا سوا. وبعد قال له حنايا في منطقه القبائل، قال له حنايا كي ندير هكذاك واحد العنقود يكون ابي براي ديباسا، لازم ديباسي 2 كيلو نخليوه نعطيوه لهذاك الزبون. قال له كيف في القبائل وفي الجزائر راكم ديروا هكذا؟ قال له بيان سور، حنايا كي يوصل 2 كيلو نحطوا العنقود هذاك يدي باسي نحطو كامل، ما نحيش انا حبه حبه. قال له واو. راح من منطقه القبائل راح الى مكه المكرمه، بصح عطالو درس هكذا في الكرامه، ودرس تاع حنايا ما نحيوش انا باش نديرها، اوكي، كي دي باسي او موي دي باسي، كي دي باسي الميزان هكذاك. اي شفتو، دونك الكرامه وهذه تاع العدل كلش كلش كاين قبل ما تجيو نتوما. الناس تعرف تصدق، الناس دير الزرده ودير تيويزه، دير بيناتهم هذا يعاون هذا، ما تلقاش واحد بهدلوه. اليوم انت تتقدم شكارة حليب لواحد تشد سالفي، اوكي، اليوم رانا نشوفو هكذا. الناس تعاون في الخفاء، تعاون عندنا الكرامة هذه، اوكي. دونك نتايا اليوم راك قاعد في لونجلتير، ولادك ما على باليش واش راهم يديروا، ما تدخلهمش في السياسات، خلي ولاد الشعب الجزائري هما اللي يطبعوا. اوليو نلقاو اناس يعطي تحفيزات للشاب، يقول له واش دير هادي ودير هادي. باسكو علاه كي تنحيه من هذاك المطريق، تنحيه من الدروك، تنحيه من القتيله، تنحيه من كلش، تعطي له حاجه
قول له روح دير هذه، دير لا ناطاسيون، دير السبور، دير لي زاكتيفيتي، دير لا كولتور، روح تديسيني، روح دير هذه. كل واحد كي تحطه في مكان معين، اوكي، ينقص نقص الجريمه. اوكي، الدوله تكون عندها سميتو اون اوتر ميسيون، ماشي تتبع لي جون اللي عنده تريكو، اللي عنده الترابو، اللي عنده هذه، باسكو ما كان والو، ما عطيت له والو باش يتلهى به. المهم تهلاو في رواحتكم، هذه فقط درس اللي راهم انا حنا عندنا اللي حركي. دونك رانا عندنا حركه واحد اخرين جدد، وما على بالهمش، ما على بالهمش باللي راهم يخدموا اجنده معينه. اوكي، يستعملوا باللي الجيري 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 في كل وين تروح، وين تروح اوليو انتوما قدموا وزاد دي زومباسادور ثم في فرنسا ايتو، ما تخليوش العيب يخرج. اي واحد الان يشوفكم، شوف بيناتهم يروحوا لا جوستيس بيناتهم، هذا وهذا كونتر هذا، هذا وهذا كونتر هذا. انتوما تروحوا تبنيو بلاد. انا لو كان جيت انايا، انا اللي كنت نهضر زعما لا ديسكوسيون معاكم والحوار ايتو، ادير لا ليست هكذا كاع مقصيين. ما ديرش سياسه نتايا، ما انت ما كانش عندك سياسه، ما تقدرش انت تاع الهجوم تاع السبان اللي يعرف لونجلي واللي يعرف الفرنسي وهذا وهذا. ومن بعد انت تلقى واحد المراه مسكينه شرات كيلوطه تحطها تما، تقول باللي راجلها سرق دراهم. الناس عندهم دراهم ما يروحوا لفرنسا يشريو نورمال، وراهي المشكله انت تحطها في الفيسبوك باللي شرات كيلوطه ورحت لهنا ودات الدراهم تاع الثقافه، يبعيب هبطوا المستوى تاع السياسه حتى وين ما لقيتوش واش تهضر عليه، واعطيتو الحق للانسان اللي يدير مواقع اباحيه، وخليتو الناس اللي راهي تنوض لي جينيراسيون جدد. اوكي، اي بصح هذا الوعي تروح توعي الناس ما بغاتش تثقف. اوكي، و اتونسيو هاد لا سيتوياسيون تاع كورونا راكم تستهزاو بها، تخرجوا الاعراس، تخرجوا للطريق لي مارش وسمون، راح نشري في السوق، يلبس لكم ماما، ما تلبش اعطي له لا راس. ماشي نتا البروبلم، ماشي نتا. اوكي، انت الى عندك المرض راك تدي الناس كاع في الهاويه. البس لكم ماما، ما تلبش لكم ماما، اعطي له لا راس باش يفهم، لازم يتنوضوا هذه. اوكي يا عباد الله، اوكي راكم تستهزاو. شوف الاطباء واسمو هذا استهزي، شو واحد اخر مسكين يعني، كان شي ناس ماتوا الله يرحمهم، باش تشوفوا باللي الوعي شكون هو يوتيليزي فيكم. انا قلت لكم الحركه من الخارج يقول لكم باللي كورونا والشعب خاوه خاوه، هيا موتوا كاع. هو راه في دارو الكليماتيزور والصوفا ولي ليفريتو، خلي الشعب يموت، خلي الشعب يموت. اوكي، خلي الشعب يموت. هاي لك شكون يبكي، يماك وخواتك يروحوا لا جيستيس، بني ما دار والو مسكين، واش ما دار والو، دمر لا بوليس يخلص. دونك تروحي انت وبنتك وكاع لا فامي، تروح تطلبوا سمح لهذاك البوليسي باش البريزيدون يعطي له العفو الرئاسي. البوليسي هذيك لازم يسمح لك، يقول لك يا خلاص اسمح، ميم سي انا تكسرت راني بريت الحمد لله. هايلي، راح دمر البوليسي، شكون اللي دار له هكذا؟ هذاك عمو من طرونجي. انا قلت لكم كاين الناس، كاين الناس يدمروا فيكم، يدمروا فيكم، وانتم ما على بالكم راكم تخدموا الاجنده تاعهم. هو دمر فيك، انت دمرت البوليسي، هو عنده دوسي باش يزيد الاسم تاعك في لا ليست اللي تروح لي ناسيونز يوني. هو ما يسحقكش انت، يسحقك النون تاعك ولا والتعسف اللي في لا جوستيس، داروك 4 سنين باش تدخل للسجن. هذاك هو اللي يبغاه، هو نتايا كانسان ما يسحقكش، يسحق
لا سيتوياسيون تاعك يكتب ان رابور يستحق لي فيديو هذوك يستحق لا رابور تاع هذوك الخوانه جدد لي زافوكا لي يستعملوا لي دروات لوميتو. اوكي لازم دي فوا لازم القزول باش الناس تولي للطريق. اوكي تخرج القزول تولي للطريق. كي تخرج القزول شو هذوك لي شيان تاع بافلوف من بعد خلاص تولي للطريق حتى ما تخرج ما تلقاش القزول اقعد في الطريق. لازم ان شي ناس لازم تتعلم. اوكي اليوم تضرب هذا غدوة تضرب هذا من بعد خلاص الناس تتعلم خلاص الحمد لله. إيه تهدر مع واحد ما يفهمش ومن بعد هو يقول لك اجندا مثلا إيه راكم تخدموا اشياء. اوكي باش تبنيو بلادكم عندكم لي كاباسيتي عندكم المينيموم بنيو بالمينيموم. اليوم يجي هذا غدوة يجي هذا اتو ومام تو ديروا سياسة حقيقية باش تفورسيو هاد الدولة تخدم خدمتها. اوكي رانا نشوفو مثلا لي مينيستر اليوم يروحو كاع لي مينيستر هادو يدخلو في فرقون واحد ما يديوش 15 تاع لي مرسيدس الكورتاج ايتو. انا عجبتني هاديك. اوكي تلقى مينيستر ولي مينيستر يروحو في البوس دو ولا طروا بيش يروحو لمنطقة معينة سي تري بيان ما ترميش دراهم تاع الدولة ولا تدي 50 تاع لي مرسيدس في الكورتاج تاعك لا بيرت. دونك هاي ثقافة جديدة هاد فيسبوك هذا لازم الناس تدير لي فوتو حقيقية ماشي لي فيديو مفبركين. دير انا ما ساكن عين اميناس هاي لك واش لقيت انا من الناس انا مثلا في منيعة هاي واش في لا فيديو تاعي. اوكي باش المسؤول يكون مسؤول حقيقي. تهلاو في رواحتكم ان شاء الله يجيب الخير هذا. مع السلامة.